كالعادة في حائط صد ردودنا على بعض المهرجين والتهريج اللي بنشوفه الحقيقة على المستوى الرياضي والإعلام الرياضي، يعني لأنه التهريج اللي بيحصل بيستهدف النادي الأهلي ولاعبيه كل يوم، مش ملاحقين على الكلام الغريب اللي أحيانا بيتخطى مرحلة الشائعات ووجهات النظر إلى التهريج والكوميديا. أنا عارف إن حضراتكم كلنا بالمناسبة محتاجين نضحك اليومين دول، ويبقى دايماً الكوميديا حلوة برضو، بنحب نسمعها ونضحك، ولكن عندما تكون الكوميديا بغرض الهدم، الكوميديا دايماً تبقى كوميديا علشان الناس تضحك وتتبسط وتبقى سعيدة، وليس بغرض الهدم. فمثلاً أحد البرامج المجهولة يعني، وهتقولي طب مجهولة أنت جايب، بقولي أنا قلت لحضراتكم إن أنا الفترة دي هرد على كل حاجة. وهنرد على مثل هؤلاء المجهولين. استضاف حكم احد هذه البرامج، استضاف كابتن جهاد جريشه ياخد رايه في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا. فكابتن جهاد جريشه قال رايه الفني، زي ما قبل كده بيقول ان الاهلي ظلم او الاهلي خد حاجه قبل كده، قال الكابتن مثلا الاهلي له ركله جزاء أو كلنا شايفين ركلة جزاء، كابتن جهاد كان بيقول لا ملوش ركلة جزاء، هو حر رأيه. فكابتن جهاد جريشة صراحة قال إيه؟ قال إن مفيش أي خطأ مؤثر في المباراة في أي لعبة. طيب حضرتك جايب خبير تحكيمي سألته، قال لك مفيش أي أخطاء مؤثرة، وبعدين هتسكت؟ اللي قاعدين في الاستوديو هيسكتوا؟ لأنه خلي بالك هم معظمهم كانوا شغالين في قناة لأحد الأندية، قناة أخرى لأحد الأندية. أنا مش عايز أرجع للي فات، ولكن ما يسكتوش طبعا. هما الناس اللي قاعدة بيحاولوا يقنعوا كابتن جهاد جريشة إن الحكم كان وحش، ووجه المباراة لصالح النادي الأهلي. وهنا يا ما انتقدت كابتن جهاد جريشة في هذا البرنامج ومن هذا المكان، النهاردة أنا بوجه التحية لكابتن جهاد جريشة في هذا الموقف، في هذا الموقف. ممكن بكرة يعمل حاجة غلط أطلع أقول لا، لكن قصدي أقول إنه في هذا الموقف أنا بوجه التحية لكابتن جهاد جريشة لأنه كان صريح وقال ورد عليهم وقال لهم أنا بحلل أداء تحكيمي، ما تجيش تقول لي أصل الحكم بيحجم الماتش، أصل الحكم بيقول للعيبة دي حضرتك واللعيبة دي بيقول لهم لا. طبعا كلام مش صحيح يعني. كابتن جهاد قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه ما فيش اخطاء مؤثره ولا اخطاء ساهمت في تغيير نتيجه المباراه. طبعا قعدوا قاموا حاطين وشهم في الارض وسكتوا، هيقولوا ايه؟ من كتر ما انا بقول لحضراتكم تهريج وكوميديا للهدم، لهدم النادي الاهلي وهدم استقرار النادي الاهلي فقط لا غير. هو مش عايز حاجه، هو مطلع البرنامج ده او مطلع جايب الفقره دي في البرنامج ده علشان يعمل حاجه واحده فقط، وهي انه يخلي كابتن جهاد جريشه غصب عنه ان هو يقول ان الماتش توجه لصالح النادي الاهلي. ولكن عشان كده انا بحيي كابتن جهاد، ما قالش الكلام ده كابتن جهاد جريش، قال لا توجد اي اخطاء تحكيميه في هذه المباراه، زي ما الكابتن ايمن الرمادي اعتذر عن كلامه في بدايه الكلام. فالنهارده انا سعيد جدا 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 في وسط هذه الاستوديوهات المظلمه اللي احنا بنشوفها واللي احنا بنتكلم عنها، وفي وسط هذه البرامج الرياضية، بعض البرامج الرياضية المظلمة، بتجد شعاع للنور. واحد كلام زي كلام الكابتن أيمن مع زميلنا هاني حتحوت، طلع يقول للناس كلها ويعتذر وما كانش قصدي. النهاردة كابتن جهاد دخل وقال يا جماعة أنا مش هقول حاجة، يعني ما أنا الراجل لم يوجه شيء، ماتش حلو ومفيش مشاكل والدنيا لطيفة. فبحييه الحقيقة سواء كابتن أيمن أو كابتن جهاد.